بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنعرض لكم مفاجآت بالجملة في قائمة أوائل الثانوية العامة لهذا العام 2022، الدور الأول اللي بيتنافس عليها أكثر من 1600 طالب وطالبة على المراكز الأولى، سواء كان من شعبة علم علوم أو من شعبة علم رياضة أو الشعبة الأدبية. كمان في الفيديو ده هنعرض لكم أكثر الشعب اللي هي تصدرت قوائم أوائل الثانوية العامة لهذا العام 2022. كمان في الفيديو ده أيضا هنعرض لكم أكثر المحافظات أيضا اللي هي تصدرت مشهد قائمة أوائل الثانوية العامة. كمان في الفيديو ده هقول لكم الطالب الأول من شعبة علم علوم حاصل على مجموع ما بين وكم بالضبط، وكذلك شعبة علم رياضة وكذلك الشعبة الأدبية. لكن نحب ننوه اللي كل المعلومات دي موثقة منها، وزي ما بقول كل مرة أتحدى أي حد مسؤول يطلع يقول غير الكلام اللي هيتقال في الفيديو ده، لأن المعلومات دي كلها صحيحة ومن مصادر موثقة. كمان في الفيديو ده هنعرض لكم أوائل مدارس المكفوفين ومدارس الدمج التعليمية ومدارس الاستم. لكن بداية لو كنت طالب أولي أمر ومهتم بأخبار التعليم وكمان بأخبار التنسيق ويهمك تصلك كل أخبار وكواليس نتيجة الثانوية العامة، فياريت تنزل تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعمنا بلايك الآن للفيديو، وياريت لو قدرت تشار الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. طبعا مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة واللي مؤكد هيتعلن يوم الأربعاء الموافق 4/8/2022، وبذلك يتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة يوم 3/8 أو 2/8/2022، سواء من قبل وزير التربية والتعليم بالاتصال بالأوائل أو عرض أوائل الثانوية العامة في مؤتمر صحفي. فبيبحث الكثير من الطلاب الآن عن أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة، وفي هذا الفيديو هنعرض لكم كل الأرقام بالتفصيل عن قوائم أوائل الثانوية العامة. قائمة أوائل الثانوية العامة بيتنافس عليها أكثر من 1600 طالب وطالبة، سواء كان من شعبة علم علوم أو شعبة علم رياضة أو الشعبة الأدبية. طيب بالنسبة للشعبة الأكثر اللي هي تصدرت المشهد أو تصدرت قائمة أوائل الثانوية العامة هي شعبة علم علوم بأكثر من طالب، يعني الطلاب اللي حصلوا على المجاميع الأعلى هم طلاب شعبة علم علوم، يليها أو يليهم شعبة علم رياضة ثم يليهم الشعبة الأدبية. طيب بالنسبة للمحافظات اللي هي تصدرت قائمة أوائل الثانوية العامة هي محافظة القاهرة والأسكندرية والدقهلية وسوهاج وكفر الشيخ وإنا والغربية والفيوم والشرقية والمنوفية والجيزة ودمياط والإسماعيلية. طيب بالنسبة لعدد الطلاب اللي هيتم الإعلان عنهم سواء كان بالاتصال أو في مؤتمر صحفي، عدد الطلاب اللي هيتم الإعلان عنهم رسميا كهم أوائل الثانوية العامة حوالي ما بين 37 طالب أو 39 طالب وطالبة. طيب عدد طلاب الشعبة العلمية هيكون من 13 إلى 14 طالب وطالبة. عدد طلاب شعبة علم رياضة هيكون يا 7 يا 8 طالب وطالبة. عدد طلاب الشعبة الأدبية هيكون 11 أو 12 طالب وطالبة. بالنسبة لمدارس المكفوفين منها طالب، بالنسبة لمدارس الدمج التعليمي طالب بالنسبة للشعبة علم علوم، وطالب بالنسبة لشعبة علم رياضة، وطالب بالنسبة للشعبة الأدبية. أما بالنسبة لمدارس الاستيم في طالب بالنسبة لشعبة علم علوم وفي طالب بالنسبة للشعبة الرياضية. طيب بالنسبة لقائمة أوائل الثانوية العامة، الطالب الأول بالنسبة لشعبة علم علوم حاصل على مجموع ما بين 403 درجة و 406 درجة، ده بالنسبة للطالب الأول اللي هو حاصل على أوائل شعبة علم علوم. بالنسبة لشعبة علم رياضة نفس الأمر، الطالب الأول في شعبة علم رياضة حاصل على مجموع ما بين 403 درجة إلى 406 درجة. طيب الفارق بين
الطالب الاول مثلا في شعبة علم علوم والمركز اللي هو العاشر، لان في مراكز مقررة، هيكون الفرق بيناتهم بيتنافسوا في 6 درجات بالنسبة لشعبة علم علوم وشعبة علم رياضة. بالنسبة للطالب الاول بالنسبة للشعبة الادبية اللي هو حاصل على المركز الاول، حاصل على مجموع ما بين 387 درجة و 389 درجة. طيب الطالب اللي هو رقم 11 هيكون حاصل حوالي على مجموع 383 درجة. طيب بالنسبة لمدارس المكفوفين، الطالب الأول شعبة علم علوم حاصل على مجموع ما بين 397 درجة و400 درجة. بالنسبة لمدارس الدمج التعليمي، الطالب الأول على شعبة علم علوم حاصل على أيضا مجموع 397 درجة ما بين 397 و400 درجة. أما بالنسبة للطالب الأول شعبة علم رياضة حاصل على مجموع ما بين 385 درجة و387 درجة. بالنسبة لمدارس الدمج التعليمي الشعبة الأدبية، الطالب الأول حاصل على مجموع ما بين 407 درجة و409 درجة. وأخيرا مدارس الاستيم، الطالب الأول شعبة علم علوم حاصل على مجموع 600 ما بين 658 درجة و660 درجة. طبعا احنا عارفين لمدارس الاستيم بتكون فيها المجاميع عالية باختلاف المدارس اللي هي الرسمية. اما بالنسبة لمدارس الاستم ايضا لشعبة علم رياضة، الطالب الاول حاصل على مجموع ما بين 665 درجة و667 درجة. وبكده يكون عرفنا المفاجآت بالجملة اللي موجودة في قوائم اوائل الثانوية العامة لهذا العام 2022. دمتم في امان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.